شو هي البيتكوين؟ البيتكوين هي شبكة جامعة بتوفر نظام جديد للدفع والنقود الإلكترونية بشكل كامل. البيتكوين هي أول شبكة دفع غير مركزية بتشتغل بنظام الناد للناد، ما إلى تغطية لقيمتها من الذهب، مكانها بالإنترنت، تعتمد على التشفير بدون أي سلطة مركزية أو وسيط، ولا بتخضع لرقيب. وخليكم معي لنعرف عن البيتكوين أكثر. خلينا نعرف أول شيء من يلي أنشأ البيتكوين. البيتكوين هو أول تطبيق لمفهوم يطلع عليه اسم كريبتو كرنسي أو العملة المشفرة، ويلي بتم الحديث عنه سنة 1998 لأول مرة من قبل واي داي بقائمة سايفر بانكس البريدية. كانت الفكرة بتتمحور حول شكل جديد من المال بيعتمد التشفير للتحكم بإنشائه والتعامل فيه بديلا عن السلطة المركزية. أول تطبيق والتأكيد على المبدأ تم نشره سنة 2009 على قائمة بريدية للتشفير بواسطة ساتوشي ناكاموتو. ساتوشي ناكاموتو ترك المشروع بديسمبر 2010 بدون أي توضيح. قضية التكتم على شخصية ساتوشي الحقيقية غالباً ما يبرز شكوك غير عادلة. الكثير ما فهم ليه البيتكوين مفتوحة المصدر، بروتوكول وبرنامج البيتكوين منشورين بشكل مفتوح ويمكن لأي مطور حول العالم أنه يطلع على المصدر البرمجي اللي هو الكود وعمل إصدار معدل خاص فيه، وفيك تعمل عملة خاصة فيك. فتأثير ساتوشي كان محدود بالتغييرات يلي قام فيها ويلي تم تبنيها من قبل الآخرين. ساتوشي ما بيتحكم بالبيتكوين، وهوية مخترع البيتكوين من المحتمل أنه تبقى كهوية مخترع الورق. طيب مين بيتحكم وبيدير شبكة البيتكوين؟ ما حدا بيملك شبكة البيتكوين تماماً. البيتكوين بيتم التحكم فيها من قبل جميع مستخدمين البيتكوين من جميع أنحاء العالم، بينما بيقوم المطورين بتحسين البرنامج وما بيقدروا فرض تغيير البروتوكول البيتكوين، لأن جميع المستخدمين عندهم مطلق الحرية لاختيار أي برنامج وإصدار يمكن استخدامه. كيف بيشتغل البيتكوين؟ من وجهة نظر المستخدم، البيتكوين ما هي شيء أكثر من كونه برنامج على التليفون أو على الكمبيوتر بيقوم بتوفير محفظة بيتكوين شخصية وبيسمح للمستخدم بإرسال واستقبال عملات البيتكوين باستخدامه. هيدي البيتكوين لأغلب المستخدمين، بس خلف الكواليس شو في؟ تتشارك شبكة البيتكوين جسر عام يسمى البلوك تشين أو سلسلة البلوكات. الجسر بيحتوي على كل معاملة تم إرسالها، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد من صلاحية كل معاملة. صحة كل معاملة محمية بواسطة توقيع إلكتروني يتوافق مع العنوان الراسل، مما يسمح لجميع المستخدمين بالتحكم الكامل بإرسال عملات البيتكوين من خلال محافظ البيتكوين الخاصة فيهم. بالإضافة يمكن لأي حدا إتمام المعاملات باستخدام قوة الحوسبة الخاصة بأجهزة متخصصة والحصول على جوائز بالبيتكوين مقابل خدماتهم، وهذا ما يسمى بالماينينج أو التنقيب. ورح فوت بموضوع الماينينج يلي شاغل بال كل العالم بفيديو خصوصي. طيب شو مدى صعوبة الدفع بالبيتكوين؟ الدفع بواسطة البيتكوين أسهل من الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، ويمكن قبوله دون الحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر. مدفوعات البيتكوين بتتم من خلال برنامج، إما من خلال الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذكي عن طريق إدخال اسم المستلم والمبلغ المدفوع وبتعمل له إرسال بس، أو من خلال مسح QR كود أو ملامسة التليفونين باستخدام تكنولوجيا الـ NFC. وأبدا ما تتوقع أنه تصير مليونير من البيتكوين أو من أي تكنولوجيا بتشبهها. أهم شيء أنه تضل منتبه من أي شيء ببين لك أنه كتير منيح لحتى يكون حقيقي أو يتناقض مع قواعد الاقتصاد. ما في أي ضمانة أنه البيتكوين رح تستمر بالنمو بالرغم من أنه تطورت بمعدل سريع جدا لهلأ. طيب ليه في عالم ما بتوثق بالبيتكوين؟ وليه في دول عم تمنع استعمال البيتكوين ووضع غرامات لمستخدميها؟ البيتكوين ما تم تجريمه من قبل المشرعين بمعظم البلدان العالم. بقوم المشرعين بسلطات قضائية مختلفة بأخذ خطوات لتزويد الأفراد والأعمال بقواعد حول كيفية دمج هيدي التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عليه. على سبيل المثال، شبكة مكافحة الجرائم المالية يلي هي دائرة رسمية بوزارة المالية الأمريكية قامت بإصدار توجيه عام غير ملزم عن كيفية القيام بتوصيف وتمييز أنشطة معينة بتتضمن العملات الوهمية. طيب هل يمكن استعمال البيتكوين في نشاطات غير قانونية؟ البيتكوين هي مصاري، والمصاري دائما بتستخدم بالأغراض المشروعة والغير المشروعة. البيتكوين مصمم لحتى تكون خطوة لصنع أموال أكثر أمان، ويمكن أن تكون حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية. على سبيل المثال، من المستحيل تزييف البيتكوين لأن المستخدمين عندهم تحكم كامل بمدفوعاتهم، ولا يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مصدق عليها مثل الاحتيال من خلال بطاقات الائتمان. معاملات البيتكوين غير قابلة للعكس، محصنة ضد طلبات استرجاع الأموال الاحتيالية. وكمان في مخاوف أنه البيتكوين تكون عم تخدم المجرمين لأنه من الممكن استخدامه لعمل مدفوعات سرية. كيف يتم إنشاء عملات البيتكوين؟ عملات البيتكوين الجديدة يتم توليدها باستخدام عملية تنافسية ومش مركزية تسمى بالتنقيب يلي هي الماينينج. طيب شو يلي بيحدد سعر البيتكوين؟ بقانون العرض والطلب هو يلي بيحدد سعر البيتكوين، يعني لما يزيد الطلب بيزيد السعر والعكس صحيح. طيب هل من الممكن تصير البيتكوين بلا قيمة؟ ايه،
تاريخ مليان بالعملات الفاشلة ويلي صارت غير مستخدمة، مثل المارك الألماني أثناء فترة جمهورية فايمر وحديثاً الدولار الزيمبابوي. وبالرغم من أنه فشل العملات كان ناتج عن التضخم بشكل يستحيل حدوثه مع البيتكوين، فدايماً في احتمالية لانهيار تقني أو ظهور عملات منافسة أو مشاكل سياسية ومن مواضيع متعددة. وكقاعدة أساسية ما في أي عملة يمكن اعتبارها آمنة تماماً ضد الانهيارات والأوقات الصعبة. أثبتت البيتكوين إمكانية الوثوق فيها لسنوات من وقت بدايتها، وفي احتمالية كبيرة أنه يستمر البيتكوين بالنمو. وعلى أي حال ما في حدا بيقدر يتوقع مستقبل البيتكوين أو كيف حتكون حالتها بالمستقبل. لنرجع شوي لمخترع البيتكوين ساتوشي ناكاموتو. مين هو ساتوشي ناكاموتو؟ في تخمينات بتقول انه ساتوشي ناكاموتو بانه مات او انه هو بالسجن او هي مجموعة من الناس مش واحد. من الامور يلي صار فيها جدل كبير لفترة طويلة واحدثت ثورة بعالم الاقتصاد الالكتروني والتداول المالي على الانترنت، ولهلا ما حدا بيعرف مين هو ساتوشي ناكاموتو. طيب السؤال الاهم لصالح مين بيشتغل ساتوشي ناكاموتو؟ في افتراضات وتكهنات بهذا الموضوع بس ما في شيء واضح 100%. بس لحتى نفهم البيتكوين كتير منيح، من مخططاتها أن تدوم، ويوم بعد يوم عم يصير في أعداد جديدة من المستخدمين، وعم تصير الدول تسمح للبنوك إنهم يعملوا حوالات على الأكسيتشينج تاعونا، بس بالمقابل في كتير دول حذرت استخدامها ومنعت استخدامها فيها، مثل الصين، روسيا، فيتنام، بوليفيا، كولومبيا، إكوادور، وهلأ تركيا، وفي بعض. والهدف من البيتكوين إنه يتخلص من شيء اسمه بنك أو من شيء اسمه رقابة دولة. البيتكوين ابدا مش مربحه ومش امنه. هلا اكبر خطر فيها انه هي فولاتايل، يعني الحركه اليوميه كتير كبيره، ما عندها مشكل انه تطلع 10% باليوم وتنزل 10% باليوم حتى بخلال دقائق. وتاني شيء انه ما في عليها قبول عالمي. وفي خطر تاني انه اذا ما عندك شيء اسمه فيزيكال وولت يلي هي مثل USB مشفره بتحفظ عليها الكوينات تاعونك، ممكن تخسرهم عن طريق هاكر. ومن فتره صار في مشكله باستراليا، حدا حاول يشتري من اكسيتشينج صغير، طلعوا نصابين، اخذوا المصاري وما عطوا شيء، لان ما في شيء مثل دليل او حوالات ما في قانون يحميك. والبيتكوين بالاساس معمول بشيء اسمه بلوك تشين مثل ما ذكرنا، يلي هو اوبن سورس، حتى فيك تعمل كوين خاصه فيك، مثل ما عملت الفيسبوك كوين بتخص فيها وما نجحت ورجعت سحبتها. بما انه البيتكوين الوحده هلا تعادل ما يقارب ال 61,000 دولار بهالوقت، طيب السؤال وين السقف؟ في حال صارت الكوين قيمتها مليون دولار، هل بتكفي طلوع او شو؟ من كم سنة لما بورصة فيوتشرز دخلت على عالم البيتكوين هبطت البيتكوين تقريبا شي 60% من قيمتها. ليه أول ما فات البروفيشنال تريدر هبطت هالقد؟ في كتير مخاطر ومحاذير، ما بتعرف امتى هالعملة بتزول أو يمكن تكبر، بس لا في شخص واضح لمبتكر البيتكوين ولا في جهة واضحة لمين بتكون البيتكوين. أمر البيتكوين كتير مبهم، حتى هالعملة فيك تستعملها لتشتري فيها بالدارك ويب، مخدرات، سلاح، دعارة وكل شي غير قانوني. من الأساس في خطر كبير عليك إذا بدك تستعمل الدارك ويب. وبالنهاية القرار بيقع على كل فرد، بتعامل بالبيتكوين أو لا، تكون مستخدم عادي أو محتال وبيسرق. وليه ما فيها رقابة؟ كتير أسئلة بدك تسألها لنفسك قبل ما تستخدمها. ليه؟ فيها ربح كتير ومستمر؟ لا، آمنة؟ ما حدا بيعرف، وحتى أغلب مستخدميها ما عندهم جواب واضح. بستثمر بمصاري عليها قبول عالمي على عملة رقمية مش موجودة وما عليها قبول عالمي؟ عملة رقمية مش موجودة يعني بأي لحظة فيك تسمع أنها اختفت، واختفت مع كل أموال مستثمرينا. هل هو مخطط لحرب استثماري؟ فكر منيح. معلومة إضافية صغيرة قبل ما أنهي هذا الفيديو، أول شركة عليها القيمة وافقت تستعمل البيتكوين هي ستاربكس كندا. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل شير، لايك، كومنت، تشترك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد. باي.